على إثر معلومات واردة إلى وحدات المجموعة مفادها مرور مركبة نفعية على متنها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قادمة من ولاية مجاورة باتجاه ولايات الشمال على الفور تم وضع تشكيل أمني تحت إشراف القائد للمجموعة على إثر ذلك تم توقيف المركبة النفعية كانت سالكة الطريق الوطني رقم ثلاثة على مستوى السد الثابت بإرارة بلدية حسين مسعود ولاية ورقلة بعد تفتيش المركبة تم ضبط كمية معتبرة من أقراص المهلوسة تقدر ب 89700 قرص نوع بريكا 300 ملي غرام مبلغ مالي مقدر ب 64000 دينار جزائري هاتفين نقالين بالإضافة إلى المركبة المستعملة في النقل مع توقيف الشخص المشتبه في عين المكان بعد استيفاء إجراءات تمديد الاختصاص تم حجز شاحنة أخرى وتوقيف شخص آخر ضمن الشبكة الإجرامية